مساء الخير. امبارح كنت في عزاء والدة دينا الشربيني في مسجد المشير، وبعدين وانا خارج قابلت مجموعة من الشباب الصحفيين وانا رايح على العربية، على عربيتي يعني، وكان موجهين الموبايلات، فقلت كلمة. فانا بقول الكلمة، في اخت صحفية قالت حاجة فجأة كده، يا اما تعليق يا اما كان سؤال، بس كان مفاجئ، فكان رد فعلي سريع جدا. قلت لها شش، فلقيت الشت دي عيب قوي، فتلبخت، فقلت ألم، فقلت لها أنت فاكرة نفسك صحفية ولا إيه؟ لقيت نفسي بغلط أكتر، فأنا متضايق من اللي حصل ده. وحصل إنه الفيديو نزل على اليوتيوب، يمكن ما فيش ناس كتير شافته، بس أنا لما شفته اتضايقت من نفسي الحقيقة. الناس علقت قالت إن أنا إيه الذوق، وإن أنا ما كانش المفروض أعمل كده، وإيه الغرور ده. فعلا أنا أستاهل كل الكومنتات الوحشة دي، هي مش وحشة، الكومنتات الصح دي، لان انا غلطت فكان لازم اخد جزائي. فانا بعتذر عن الطريقه اللي انا اتكلمت بيها ورد الفعل اللي اتكلمت بيه للانسه الصحفيه وللشباب الصحفيين اللي كانوا موجودين، وبعتذر لجمهوري اللي كان على اليوتيوب وعلق وهو زعلان مني. ارجوكم ما تزعلوش، حقكم عليا، انا فعلا كنت غلطان وفعلا كنت قليل الذوق واستاهل النقد اللاذع ده حقيقي يعني. وانا ابويا علمني ان انا لما اغلط اقول انا اسف، فأنا آسف وأرجع قبول اعتذاري. العالم أهو، علشان الناس اللي بتحب تتريق تقول أمال فين العالم، أهو العالم أهو. السلام عليكم، وآسف مرة تانية.